تبي؟ من الضيف؟ قفلي الباب، شو السالفة ها؟ يلا نعم. خلاص؟ شو عندكم؟ احنا عندنا موضوع. سير. عمر العيال باقي التجهيزات ما جهزنا. ها؟ يا ولد توكل على الله نسوي مسابقة. لا توكل على الله. يلا يا ابوي يلا. يلا يا ابوي. يلا يا ابوي يلا. يلا واحد يلا يا ابوي يلا. يلا 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 لا ما في قهوة، خلص القهوة. أنا اللي أشبك معك في أي شيء. لحظة. يلا يا ابوي يلا مع السلامة مع السلامة. يلا يا ابوي يلا. لا إله إلا الله. يلا يلا. لا إله إلا الله. يا محمد تفهم. صلوا على النبي. لا انت بتطلع على الشارع والله شوف هذا انا متاكد انه بيعطينا فكره بيدمج معانا فكره. كيف عرفت بعد قال مرحبا بصبيان محلى اقلب يلا يلا مره ثانيه ابشر بسعد انا عندي فكره حلوه الليل حلو 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 الكاميرا نزلت شوف 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 الكاميرا نزلت انا جاي عشان البث الليل شوف وشوف هذيك اللي قدام هوت ابو احمد لا اللي ما فرح كفايه والله بابا بطل نزل الكاميرات احنا ترى قاضين فكرتنا والله كفو والله بغير الفكره يا غير الفكره خلاص بس ما تدري نزل الكاميرات كلها الا هذيك ما نزل ترى احنا مسوين مقلب يا بابا بنسوي مسرحيه ثانيه يلا. خلاص كنسل احنا بنسوي مسرحيه كنسل راح تفاهم مع بابا ويجي وقف الام عيال لا تقول الخطه لين راح تفاهم مع بابا يلا يا حبيبنا الدعوه مو على الجهري انا حدثي انه كنا في عشاء انت ما ادري شو وضعك بالله يا هبه ترى والله باقي الشغل والله بديت الشغل